قبل أن تبدأ حملتها الانتخابية، تجوب جوزيفين صغيب محلة بلدتها كفرديبيان في قضاء كسروان لتعرف أصحابها على القانون الانتخابي الجديد وتشرح لهم كيف يجري الاقتراع. ليس جديداً على الخبيرة في التنمية المحلية والمنتسبة لحركة مواطنون ومواطنات في دولة خوض معركة الانتخابات، فهي عضو مجلس بلدي منذ 8 سنوات، إلا أن الاستحقاق النيابي تحد جديد بالنسبة لها. البلدية بيعرفوك الناس قريبة منهم أكتر، بيعرفوا شغلك من زمان. التحدي هلأ أنه صار عنا قاعدة أكبر، بدنا نقدر نوصل لهم بيت بيت. هاي هي، بدنا نوصل على كل مواطن ومواطنة ببيوتها تنقل أنه نحن حدك مش خدمات، منا نواب خدمات، نحن نواب تشريعيين، بدنا نعمل قوانين تخدمهم لمصلحتهم العامة. تغيب المرأة عن مراكز صنع القرار في لبنان، فوجودها في البرلمان لا يتعدى نسبة 3%. انطلاقاً من هذه النسبة، تطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة اعتماد كوتا نسائية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. إن الكوتا ضرورية وأساسية كأجراء مؤقت، بتجبر الأحزاب تعيد النظر بكيف عم تتعاطى داخل التنظيمات مع المرأة، وبتجبرها أنه تشتغل على قيادات نسائية وتعطي فرصة لقيادات نسائية. وبعدين لما نكون عم نحكي على 30% كوتا على اللوائح، الناس بتختار، واللي بيوصل بيوصل، واللي ما بيوصل ما بيوصل. رغم تأكيد أغلبية الكتل النيابية على ضرورة اعتماد الكوتا النسائية كشرط أساسي من شروط قانون الانتخابات الجديد، إلا أن إقراره غيب الكوتا من الاتفاق. اللجنة اللي اشتغلت سنوات مش حاطة باعتبار أنه بدها تحط كوتا نسائية، وهذا يؤكد أنه كل الإعلان عن الكوتا دعاية شعبوية انتخابية عند الأطراف السياسية، ولا أعفي أحدا من هذا الاتهام. عدم إقرار الكوتا لم يقف عائقا أمام إصرار بعض النساء إلى جانب جوزيفين على الترشح لخوض الانتخابات. دورهن لم يعد محصورا في المهام التربوية، بل تعداه للشعور بالمسؤولية تجاه العمل السياسي. يمكن القانون مش حدنا، ويمكن ما نصفنا بكوتا نسائية، بس نحن أكيد هلأ موجودين. العالم صارت واعية على الموضوع، المواطنات رح تصوت للمرأة، المواطنون رح يصوتوا للمرأة. نحن هلأ بموضع كتير قوي، لأن نحن كلنا مع بعض بالاتحاد قوي. 3 أشهر تفصل جوزيفين عن موعد الانتخابات النيابية. الشابة الثلاثينية تطمح بدخول البرلمان اللبناني بصفة نائبة لتعزز دور النساء في مراكز صنع القرار.